السلام عليكم غزالة ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. بنات اليوم جبتكم معايا تيدي بعض الاخوات طلبوا مني نعملهم جوله، مع انني نسج معكم جوله يعني نشوفوا الجديد شنو داخلين الجديد. فانا مره صراحه كنضرب دبيره وكنشوف واش كاين شي جديد واش كاين لا. اللي كانت شي حاجه اكيد جديده كنبغي نصورها معكم، اما هي يعني تيدي راه معروف شنو فيه، في الديكوراسيون ديال المنزل، في الاواني، في المهم فيه بزاف ديال الحاجه ديال الدار، كل شيء ديال الدار، كل شيء ماشي بالنسبه غير الديكور، لوازم ديال الدوشه، لوازم الكوزينه، المهم كل شيء، بزاف الحاجات كاينه هنايا ديال المكياج، الخياطه، تزيين اعياد ميلاد، المهم بزاف ديال الحاجات كتلقاوهم هنا في تيتي، والثمن ديالو مناسب، وكذلك يعني الكاليتي ديالهم مزيونه احسن ديال الكاليتي ديال التشينو، هذه حاجه معروفه. المهم نجيو جينا على برا. واحد الجوله خفيفه هكذا ونشوفوا مع بعضياتنا الجديد. المهم نشوف هاد الوريدات هادو، بالنسبه مثلا الا بغيتو تشريو الورد يكون يعني بغيتو تعملو شي تزيين، شي هذا شي تكون شي عشا يكون سبيسيال هكذا رومانسي، فقط كتاخدو غير هداك اليابس وكتزينو بها بلا ما تبقاو توسخو باخر، لانه اخر كيصبغ الا قطعتو عملتو شي حاجه بيضه كيصبغ، فمن الاحسن تاخدو هداك اللي الورد كيكون يابس، ويعني في الورد كيكون في الديكور كيكون في كويسنات ولا فتا كيكون في فيزر كيكون طري، اما هذاك اللي يكون منزل في الارض ولا كيكون منزل في ميسا ولا فوق الكامه كيكون هذاك اللي بس كيكون احسن. المهم دابا ني كاين هاد الوريدات هادو كيعملوا 5 الاورو، دائما ردوا بال الثمن كيكون تحت منه، لان الثمن فوقاني دائما كنقول لكم، لان بعض المرات كيقول لي البنات حنا ما فهمناش كنشوفوا الثمن فاشكل، وانت انا كتقول الثمن فاشكل، لان الثمن فوقاني ماشي هو هذاك الثمن ديال اسبانيا، هذاك الثمن ديال المانيا، بحكم ان تيدي ديال المانيا والسلعه اللي فات المانيا والاثمنه فوقاني الاولاد المانيا، الثمن التحتاني اللي كيكون مباشره تحت منه هذاك هو الثمن ديال اسبانيا، كيكون زايد. مثلا نعطيكم مثال، كانت الحاجه مثلا 5 اورو كتقدر تكون 6 اورو، ولا كانت مثلا 5 اورو كتبقى مرات كتكون 4 اورو 50 وهكذا، فهمت؟ مزيون هادو ديال نقدروا نعملو فيهم قهوه، اتاي نعملو فيهم حتى قطنيات، فمزيونين عندهم الغطيه ديالهم تبارك الله كبارين، يعني كيهزو كيعملو 3 اورو و50. هاد كيسان هادو في جوف هاد الكولور هذا في الشكل ديال روسا مزيونين عجبوني، كذلك هادو بالنسبه للبنيوت تشوفوا شحال حلوين هادوك ديال الزاج. هادو كيعملوا 5 الاورو. وهادو اللي عجبوني البنات وغادي نديهم في هاد الفرصه، لانهم شحال وانا كنقول خصني ناخذ هادو اللي كيجيو 3 ملصقين مع بعضياتهم، كتقدر تعمل فيهم فاكهه، المهم كيجيو في الوسط يعني ديال الطابله كتنزل فيهم فاكهه، كيجيو غزالين البنات فنين، كيعطي واحد المنظر غزال، فلقيتهم صراحه هميزه عجبوني، ملي لقيتهم فرحت صراحه، وغادي ناخذ منهم ضروري حيت شحال وانا كنخصني نشري هاد النوع هاد التويسلات اللي كيجيو يعني غارقين، وفي نفس الوقت كيجيو 3 ملصقين مع بعضياتهم كنقدروا نعملو فيهم فاكهه كيجيو غزالين. شحال المرات البنات كنجي حيت بعض المرات البنات الحاجه ما كيردوهاش، كاين بعض المرات الحاجه كيردوها وبعض المرات ما كيردوهاش، شي كيسان كنت جبرتهم صغارين ماشي بحال دوك اللي وريتكم فيهم كولوريس كبارين، صغارين ديال اتاي هما فيهم كولوريس، وكنت غنشريهم البنات وقلت من بعد صدقت شحال المرات فيما كنصور معكم فيديو كنقول لكم هاد الحاجه ما ردوهمش الصراحه، خساره ما ديتهمش، بقاو فيا هما حاسبين ما فيهم لا زواق لا والو، ولكن فيهم كولوريس فنين ديال اتاي، ولكن ديك المره ما ردوهم، عيت ما نرجع كنلقاهم كيجيبو غير داك اللي كبارين ديال العصير. المهم هادشي التويسلات صراحه كيحماق، هادشي فنيوان ديكوراسيون مزيونين بزاف،
بالنسبه للاثمنه دائما كيعملوا الثمن تحت الحاجه ديالهم، والحاجه ديالهم صعيب باش تشوف الثمن، ماشي كينزلوا الثمن يعني معوضين، خصك تقلب الحاجه هنايا باش ما كنقدرش نقول لكم كل حاجه الثمن ديالها، معناه اللي كنبغي نوصلكم فكره ان اصلا يعني ماشي شي ثمن غاليين، يعني يعني مقارنه مع اماكن اخرى الثمن ديالهم مزيان. كذلك حتى بالنسبه للتيندات او المغازات ديال التشينوس عندهم التباصل الفنين، والثمن ديالهم ناقص شويش على التيندات يعني الاسبانيول. هنايا التيندات الاسبانيول ديال الاواني عندهم غاليين، من غير ديك فاميليا كاش الى سبق لي شاركت معكم، عندهم اواني كيحمقوا ورخاصين، يعني ارخص مغازة ديال الاواني بالنسبه لي انا هي ديك فاميليا كاش، مرخيصه على التيدي صراحه. شوفوا هادو شحال مزيونين ديال الماء ولا العصير فنين، كذلك هادو عندهم الغطيه ديالهم فنين كيحمقوا. انا بعدا هادشي ديال الاواني وهادشي ما تسمعني بصح نقول لكم كيحمقوا كيعجبني بزاف الصراحه، كيحمقني هادشي ديال الاواني. معنا انا كنبقاو نشريو وما كنجبروا الصراحه فين نعملوهم، ومشكله كاع ما كنستعملوهمش حتى بزاف، خصوصا دابا حنا هنايا في هاد الغربه وهذا ما كنعرف واحد ما كيجي عندنا ما كان يلا كنزلوهم راسنا ما كندركوش ننزلوهم، والله كنبقاو غير نشري ونزل. الانسان يشري الحاجه اللي غيستعملها وصافي الصراحه، ما يبقاش غير يشري وينزل، لان ما كان علاش الواحد يبقى يشري وينزل، شي الحاجه اللي مهمه واللي اللي غادي يستعملها. كذلك كاين هذا الشكل فحال شكل اويات نجرات، وهما ديال القش ديال التراب ولكن مجلجين كما كتشوفوا، صراحه دقيق المزيون. كذلك يعجبوني بزاف البنات هذا، مثلا درت من فيها السكر، تمن فيها اتاي، تمن فيها المهم غالبا هذه واحد السكر واحد الملحه اولا واحد السكر واحد القهوه، كيجيو مزيونين. كذلك هذا بجوج اولا بثلاثه كاع، يعني واحد السكر واحد القهوه واحد اتاي، كيجي واحد في الغوز واحد في البيض واحد في الكري. كذلك كاين هادو كيعملوا 8 اورو، كيجي كونخونتوس مع بعضو. خصوصا الناس المبتدئين اللي حتى يعني يجهزوا كلشي صراحه، كاينه ما يتشافني فاتيدي شي حاجه اللي مزيونه وحلوه وموديرنه، يعني شي حاجه اللي مزيونه. هادو ديال الرطايم وكيعملوا فيهم رطايم ديال الخمر، ولكن حنا نقدروا نعملوا فيهم رطايم مونادا وكلشي اللي بغينا. كذلك انا بالنسبه لداكشي ديال السواني داكشي ديال البلاستيك، عاوتاني راه كاينه الشكلات النوعات ديال الحش ديال البلاستيك، داكشي هذوك المنظمات ديال المجوره، المنظمات ديال الطيسان اللي كنعملوا فيهم الحاجات اللي كنحتاجوهم زيفات، كلشي ديال البلاستيك والثمن ديالهم رخيص غير اورو، كلشي هنايا اورو تقريبا، هنايا شوف شحال التباصل اورو. دورت وجيت هنايا عمطاع ديال الشماع الديكورات كيحمقوا، كيعطي واحد المنظر الصراحه غزال للبنات، واعر بزاف خصوصا الشمع. ودابا جينا لمطعم السواني في كنظموا الحلويات ديالنا، كرواسون نقدروا نظموا فيهم الديكورات اللي صراحه كيجيو غزالين بزاف. كاينه هادو كانوا كبارين البنات، فحال هادو كانوا كبارين وكانوا جابوهم مع صغيرين، دابا دخلوهم متوسطين، نوريتكم هذوك متوسطين ما كبارين بزاف ما صغارين بزاف، جابوهم متوسطين. كذلك بالنسبه للجديد فكاين جديد هادو ديال السواني، فكذلك هادو وريكم ماشي الزاج، المهم فحال شكل ديال المعدن، يعني ماشي ديال الزاج وماشي ديال الزنك، المهم مزيونين زعما ما يتهرسو ما حتى شي حاجه، فقط البنات هادو ما تساديوهمش بالماء اولا الصابون ولا تحكوهم سيدي ما يبقاوش مزيانين، فقط غير مسحوهم نظفوهم، كيعملوا 8 اورو هادو مزيونين صراحة فني. هادو بالنسبة للجديد اللي دخلوا، أنا أول مرة كنشوف هادو البنات، هادو كنت صورت معكم هادو مرة أخرى، تا هما كانوا ماشي بزاف باش دخلوهم مؤخرا عاد دخلوهم، ولكن موراهم جابوا هادوك، حتى هادو مزيونين تقالين ويعني مغلفين من تحت وعندهم الجاجة، كيعملوا 6 أورو هادو، تا هما فني.
وهادو يعني اللي هادو العام اللي فات اللي كانوا جابوهم شكيلات، راه صورت معكم كذلك داك الشكل اخر، هادو الشكل ديالهم صغير حتى هما، تما كيجيو مزيونين. هيدا فيهم تما فيهم تقدم فيهم الفاكهه، كاينه في الذهبي، كاينه في النحاسي، وكاينه في النقري. هادو هادي غزاله البنات كتعمل فيها الشمع مع فيها المرايات، كيجيو بحال انتينا بزاف عامله ديال الشميمعات في وسط منها، كيعطي واحد المنظر غزال فن. شتي هنايا شفت كولوريس كيحمقو كولور الرصة مع هاديك، واو كيجيو فن فن. الفوانيس مزيونين، كنت بغيت ناخد واحد النوع كيكون بيض وفوق منه الذهبي، صراحة ما جبرتوش فواحد المرة كنجي ما كنلقاش الحاجة، بعض المرات كتكون كاينة وما كيعاودش يجيبوها، كتبقى فيك الشمت علاش ما خديتيهاش ديك الساعة. كاين حتى هادو لا هادو سباق لي صورت معاكم، حتى هادو فنين تقدر تعمل فيهم تقدم فيهم الحاجة ولا مملحات ولا حتى تعمل فيهم ديكورات. كاين الذهبيين هادو لقيتهم في واحد البلاصة أخرى، بحالو صغارين ماشي صغارين وماشي كبارين، متوسطين في الذهبي حتى هما، يعني كانوا في النقري وهادو في الذهبي. هادي فحال اللي وريتكم قبلت ولكن فيها غير شمعه وحده كتعمل 3 أورو 50، ويا خرين هذوك اللي كبارين كيعملوا نص الاورو. صافي البنات، هذا بالنسبه للجديد ديالتي دي ان شاء الله. دابا غادي نصور معكم البنات موقع الشير اللي صورت معكم فيديو اللي فات. المهم البنات انا دابا غنهضركم على هذا اورديناير اللي جاوني بزاف ديال التعاليق ديال البنات، كيفاش الاستعمال ديالو، شنو ممكن انني نعمل موراه، واش نقدر نغسلو ولا ما نغسلوش، واش من نعملو نغسلو. المهم بزاف د الاسئله لقيت في التعاليق، فيمكن ليش نجاوب على كل واحده في التعاليق، ضروري كان خصني وبزاف الاخوات اللي طلبوا مني انني نهضر لكم عليه في الفيديو. المهم فهو هذا البنات مقشر او لا تونيكو، هو تونيكو في نفس الوقت مقشر ديال اوردينار اللي يعني هذا البرودكتو يعني هاد الماركه مشهوره يعني عالميا. غليكوليس اسيد البنات 7%، يعني 7% شي حاجه اللي ما غاديش تضر البشره وغادي تجي مع جميع انواع البشره البنات. هذا المهم استعمال ديالو البنات، كتستعملوه في الليل ماشي بالنهار، في الليل ما خصوش تشوفوا نهائيا الشمس، لان الا شفتكم الشمس غتكحل لكم الوجه ديالكم. كتعملوه في الليل البنات، كتغسلوا الوجه ديالكم الغسول اللي كتغسلوا به عاده، الغسول ديالكم ديال البشره ديالكم، كتنشفوا وجهكم، كتعملوه في قطينه ديال الوجه، وكتمسحوا به الوجه كامل، كتخليوه حتى ينشف مزيان. من بعد كتعملوه اما مرطب كريمه، ولكن البنات كريمه ما تكونش فيها فيتامين سي، لان الا عملتوا كريمه او عملتوا فيتامين سي موراها يعني بحال كتلغي المفعول ديالو. تعملوا شي فيتامين سي فقط، كتعملوا غير كريمه مرطبه عاديه او لا شي سيروم يكون كمرطب ما يكونش فيه فيتامين سي. اما يعني لاش كيصلح هذا مخير البنات، كيوحد اللون البشره، كيزول بقع، كيزول الكلف، كيزول بقع ديال الحبوب، كيبس الحب الشباب، كيسد المسام، كي حتى ديك بونطوس كحل اللي كيكونوا عندنا في البشره ديالنا كيحيدهم. المهم هاد برودوي هذا واعر طب دي طب، غزال 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 ان شاء الله يا ربي. انا استعملت اول حاجه استعملت هذا يعني باش تل البشره ديالي يعني تتعود على حمض الفواكه، فما بغيتش نشبر داك مقشر يعني الاحمر نعملو مباشره، لان هذاك 30% فيه راه قوي بزاف، فقلت ضروري خصني تل البشره ديالي تعود على هذا. من بعد هاد ان شاء الله ملي غنسالي هاد القرعه هادي غادي نشري هذاك الاحمر، وان شاء الله انا غنجربو وغادي ان شاء الله نصور معكم النتيجه ديالو، لانه كيشكروه بزاف شني هذاك يعني الاستعمال ديالو شويه باسل على هذا. هذا كتقدروا تستعملوه يوميا البنات، ما كاين حتى شي مشكل، ماشي بحال اخر يعني الاستعمال ديالو خصك تكون حاضره في الاستعمال ديالو، وما كيصلحش اخر جميع انواع البشره اللي كانت البشره ديالك حساسه واياك تستعمل اوردينير ديك هذاك احمر اللي مقشر، فهذاك قوي بزاف 30% ديال الحمض، فضروري ان كان الانسان يكون عنده البشره ديالو ما تكونش حساسه ويستعمل واحد المره في السيمانه ما يفوتش 10 دقائق، اما اول مره يستعملو غير 3 دقائق حتى يشوف البشره ديالو واش غتجي معاه ولا ما غاديش تجي معاه.
المهم انا فاش ان شاء الله غادي نشره ونستعمله اكيد غادي نشارك معكم بحال اللي شاركت معكم هذا. انا استعملت هذا القرعه الاولى تالت لي وديت بالقرعه الثانيه لانني حتى كنشارك حتى كنجرب الحاجه على راسي عاد كنقدر نظر عليها، وماشي بالضروره البنات تجي معايا انا غتجي معك تنتينا، ولكن كل واحد البشره ديالو. شنو انا الحاجه مي كنهضر عليها كنكون اكيد استعملتها، ماشي نجي نقول لك هذه واحد الحاجه مزيانه. انا علاش كنشكركم هذا؟ حيت انا جربته وشفت البنات لاحظت الفرق عندي وجهي سبحان الله العظيم، يعني رجع وجهي ديالي بحال نقول لك مضوي في هذا المعنى، لانه كيعطي واحد الصفاء واحد الاشراقه كيعطيها في الوجه سبحان الله. المهم البنات كنتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف، ما تنساونيش بالدعوه ديالكم، ما تنساوش واحد اللايك اكيد اللي مهمه بزاف في القناه، واللي مشترك اللي باقي ما مشتركش معنا يشترك في القناه ديالنا ان شاء الله. قناتي راه هي قناتكم. السلام عليكم، في امان الله في الفيديو المقبل ان شاء الله. بسلامه.